خلي أقول لك فرج، شوف ابني قد ما تدرك كلامي الآن، قد بس راح يجي يوم الدرك. أشوف بعضكم دا يسجل، أشوف بعضكم دا يدون ملاحظات، هذا شيء إيجابي. شوف راح يجي يوم تدرك أنه ماكو في هذه الدنيا صديق صدوق إلا الله عز وجل. الله. الآن ممكن ما تدرك هذا الشيء، بس مرات الإنسان اللي ما يدرك القدر يصفع غربة حتى يدرك. باللحظة اللي راح تباوع يمنى تباوع يسرى، ما تلقى دقولك صدر. باللحظة اللي تشوف نفسك بالمصاب وحدك راح تصفن. باللحظة اللي تشوف التهواي قدمت إلى ونمسح كل اللي قدمته بغلط وقد يكون تافه، ما أدري إذا صايره ويا بعضكم أو لا، راح تدرك لحظتها أنه ماكو صديق إلا الله وأنت لنفسك. الله.